الورد على الجميع. ومن الجيت مول اقول لكم حياكم الله بحلقه جديده مع اربح مع اماني. الربح فوري معي. دائما راح يكون عندنا اسئله سهله خفيفه رياضيه كنا في هذه القناه المميزه. خليكم معي وخلونا نشوف منو راح يكون معي ربحان اليوم كاش. مرحبا اخوي، شلونك؟ الحمد لله طيب. شو اخبارك؟ الله يسلمك. من هني؟ اي من هني. من الكويت؟ اي نعم. شلون لقيت مول؟ والله حلو. يعني تتمشى تشتري ولا بس تتمشى؟ لا والله اتمشى. ليش ما تشترون؟ ليش تشقوا علي قصوا علي يقولوا قاعد نشرب؟ شيء اشتري. بس جاي اي والله جاي اتمشى. ايش رايك اسالك سؤال رياضي؟ اذا لك في الرياضه، اوكي اذا لك في الرياضه وجاوبت عليه نعطيك كاش عشان صرت تشتري. ما في مشكله. ما في مشكله. شنو وضعك مع الرياضه؟ والله تعبان شوية. شوف سؤالي جدا سهل ومحلي وراح أعطيك اختيارات إذا لقيتك وايد ضايع فيه. طيب. نادي القادسية قبل ما كان اسم القادسية كان له اسم ثاني. تعرفه ولا أعطيك اختيارات؟ أعطيني اختيارات. الجزيرة، النادي الأصفر، النادي الأخضر. يمكن الجزيرة. الجزيرة هي واضحة انها جزيرة. الف مبروك. بس على فكرة انا يعني تعلمت المعلومة وانا قاعدة اسأل اليوم، يعني قاعدة اشوف هذا ما كنت عارفة، بس برافو عليك. مساء الخير اخوي. سلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ خير الله عافيك. سلام. مبارك. الحمد لله. شلونك يا حلوة؟ طيبة. طيبة؟ شو اسمك؟ شيخة. شيخة؟ انت شيخة البنات. انت حلوة تدري؟ العفو لا. وشلونك مع الرياضة؟ والله الحمد لله ها ماشي. ماشي الحال؟ ماشي الحال ان شاء الله. السؤال اللي بسألك اياه جدا سهل، بس قبلها شلون اجواء رمضان معاكم؟ والله الحمد لله رمضان ان شاء الله يتقبلها ان شاء الله، واتمنى يعني ان الله يمن علينا ان شاء الله ديرتنا ويحفظها ان شاء الله من كل مكروه ان شاء الله، والحمد لله الله يتقبل صيامنا ان شاء الله، صيام المسلمين يا رب العالمين ان شاء الله. اجمعين باذن الله تعالى. من هو هداف كأس العالم في مونديال ايطاليا 1990؟ راح اعطيك اختيارات. هداف كأس العالم في مونديال إيطاليا 1990. شكلك عارف. لا أعطني اختيارات. إذا قلت لك راح تعرفها. الإيطالي سيكاليتشي. اسمه سيكاليتشي. الإيطالي سيكلاتشي. مولر الألماني. روجي كاميروني. الأول. الأول. نعم. هو الأول. صعبة. صعب علي أقول أصلاً. ألف مبروك. لتش عيدية يا شيخة. لتش عيدية من القناة الثالثة يا شيخة. إلا إذا بابا خذاها عاد. لا تأخذها إن شاء الله. تأخذينها تروح تشترين اللي تبينه. الله يعطيك. الله خير والله يتقبل صيامكم إن شاء الله مشكورة. يعطيكم ألف عافية وشكراً على المشاركة الحلوة وإن شاء الله أشوف وايد من هالشيخة الحلوة. مشكورة جزاكم الله. باي. نون النسوة لازم تشاركنا صح؟ مساء الخير. مساء الخير. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ غلا. غلا حلو اسمك. وانت؟ مضاوي. يا هلا فيك يا مضاوي. انت؟ عنود. شنو؟ عنود. عنود؟ كم عمرك عنود؟ خمسة. تحبين السبورت؟ تحبين الرياضة؟ ايه شنو تحبين؟ سباحة. الله ان شاء الله تصيرين سباحة كويتية معروفة. وانت ولكم برياضة؟ يعني مو عارف. معلوماتكم الرياضية شلون صايرة؟ اي تمام يعني تمام. منتخبات شو تشجعون؟ يعني فريق؟ برشلونة. لانك حلوة ولانك اطول مني راح احترم نفسي واسكت. وانت؟ برشلونة. لانك طولي ما راح اسكت، صيري مدريدية. اوكي السؤال وايد سهل ومحلي. من هو اللاعب الكويتي الذي حصل على الميدالية البرونزية في اولمبياد سيدني 2000؟ اوكي راح اعطيكم اختيارات. خالد المضاف، عاطف الدوسري، فهد الدحاني. فهد الدحاني. على اي اساس قلتي فهد الدحاني؟ ما ادري احساس. على احساس، على هالاحساس. اعطونا جائزه يستاهلون كاش فوري مع اربح مع امانه. تستاهلون. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله تكونوا مستانسين. مساء الخير شلونك؟
شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. عساكم بخير. بخير الله يسلمك. شلونك؟ بخير الحمد لله. من وين حضرتكم؟ من السعودية. يا هلا بأهل السعودية نورتوا. ويا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال، يا السعودي نحيي روحك الحية، يا السعودي نحيي روحك الحية. سؤال عن المنتخب السعودي، إذا جاوبته وأعطيكم هم كاش عشان تردون محملين بالأغراض بدون وزن، خلي أبوي يضبطكم بال... صار؟ من أول منتخب عربي يحصل على كأس العالم للناشئين؟ معروف منتخبنا، معروف منتخب ما تنزلون شيء أعلام هذا أكيد صح. برافو عليكم، يعطيك ألف عافية. هذه عيديتنا من القناة الثالثة الرياضية الكويتية ومن اربح مع أمان، يعطيكم ألف عافية. الخير. النور. شلونك؟ تمام الحمد لله. من مصر؟ اي مصر. بسم الله عليك، كم طولك؟ اي 186. الطول كله يا رب. عمري ما بعرف شيء. ما شاء الله. الله يخليك. شنو تلعب سلة؟ تلعب شيء رياضي؟ لا عادي يعني. زمان بلعب كورة بس، كرة قدم زمان. كرة قدم؟ للأسف سؤالي ما يتعلق بالقدم، بس سؤالي سهل. وإن شاء الله تعرفوا بقى وأحدك اختياراتي إذا ما عرفتوش. كم عدد القوارير؟ يا ذيل في بطولة القوارير في بطولة البولينج عرفتها؟ البولينج. كم واحدة بيبقى فيه وقت البطولة؟ 10. ها؟ 10؟ 10 8 ولا 11؟ ايش رايك؟ 10 كور في البولينج؟ اه 10 كور بيبقوا موجودين. والله انك ممتاز. بلعب. ما قلتي ليش؟ اكيد اي حد بيلعب بولينج. بس انا عمري ما عديتهم. كنت بتحذف الكرة عايز تشوف كم واحدة وقعت يعني. برافو عليك، عطونا جائزة تستاهل الفوز معنا أكيد. كاش فوري مع أماني ولو منو أكبر لاعب في السن في نهائيات كأس العالم؟ منو لعب وكان سنه أكبر من المفروض؟ مساء الخير أخوي، شلونك؟ هلا والله. أخبارك؟ أغيت. حضرتك من هني؟ من هني. إيش قاعد تسوي بالمول؟ والله أتشرف. شرى شريت ولا للحين؟ للحين توني داش. توني داش. انزين احنا عندنا اسئله رياضيه سهله جدا، اللي يجاوب عليها نعطيك كاش عشان يزيد الشروه شروتين. ما ادري عاد اذا بدليه ولا بس طوفن. يلا اوكي. شلونك مع الرياضه؟ والله يعني الحمد لله انا رياضي. شنو؟ رياضي. رياضي. على بالي تقول انا ريالي ستونوس. اي فريق؟ ليفربول. ليفربول. احنا قاعد نتكلم عن الدوري الانجليزي يعني. طبعا على مستوى اسباني. ريال مدريد. برافو، تستاهل جائزه بدون شيء. أكبر لاعب سن لعب في نهائيات كأس العالم من هو؟ كاميروني روجي ولا لوثر ماتيوس؟ معروفة، كاميروني ولا لوثر ماتيوس؟ كاميروني. اللاعب الكاميروني روجي ميلا أو ميلا 42 سنة في مونديال 94. صح صح، أنت شيرت وإحنا نعطي إحنا نعطي جوائز فوري، ماكو فايدة. الله يعافيك. سهلة، من الدولة اللي فازت ببطولة كأس العالم ثلاث مرات متتالية؟ مساء الخير. هلا. شلونك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ بخير ربي يسلمك. حضرتك من وين؟ سوري. سعودية؟ سوري. من سوريا؟ سوريا ايوه. ما شاء الله عليك مغتر ولابس لبس الخليج، بس كلنا واحد. ودنا. هذا شيء احنا نفتخر فيه اصلا. اهلا وسهلا. ايش كثر سالك بالديرة؟ مواليد الكويت. مواليد الكويت، وشكلك كويتي؟ انا. واحد منا وفينا. شلونك مع الرياضة؟ والله زين الحمد لله. زين؟ اوكي. من هي الدولة التي فازت ببطولة كأس العالم ثلاث مرات متتالية؟ إيطاليا، فرنسا أم؟ البرازيل. البرازيل، هذه هي معروفة. برافو عليك وتستاهل كاش. كاش فوري مع أماني من القناة الثالثة الرياضية وقناة الشباب. ينعاد عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. مساء الورد عليك. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بخير الله. اسمك؟ هيا. هيا هيا يا مع عائلتك هني تتسوقون؟ اي نعم. شلون الاجواء؟
حلوة والله. مرتاحة إن شاء الله؟ الحمد لله. شلون اسمها الرياضة؟ يعني صدقيني السؤال اللي بسألك إياه يعني كل اللي أقدر أقول لك إن أنت لا أنت تمثلين اليوم، أوكي؟ منو هو أكثر فريق كويتي فاز ببطولة كأس الأمير؟ القادسية. واضحة صح؟ لأنك لو سألتوني ليش تعرفين؟ لأني أتابع أخبار. آه جد؟ يعطيك ألف عافية. يلا كاش فوري من أماني حق الجميلة هيا، ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تستانسون هني وينعاد عليكم الشهر بالخير والصحة والعافية. هلو. هلا والله. شلونك؟ الله يسلمك. اخبارك؟ الله يسلمك. منو حضرتك؟ محمود. محمود من فين؟ من سوريا. اهلا اهلا باهل سوريا، شلونكم؟ الله يسلمك طول عمرك. مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله. كيفك مع الرياضه؟ زين زين الحمد لله. قدم حلو، ما في احد ما يحب السوكر. هو ما قال لك حلو مو حلو حلو. لا مباريات ماكو، لازم واحد يحضرها. اي فريق تشجع؟ ريالي. ريالي مخرجنا، احنا وايد محظوظين بهالبرنامج، الرياليين اكثر من اي شيء بالدنيا. فديتكم على راسي، تاج على راسي. شوف، كم سنه تفصل بين كل بطولتين متتاليتين لكاس العالم؟ 4 سنوات، 3 سنوات، او 5 سنوات؟ 4 سنوات. عشان كذي لما اسالك شلونك مع الكره ما تقولي حلوه، قولي بعرف لها. بالي سؤال صعب هذا، يعني ما يبي له. الف مبروك، اكيد ربحان، اكيد ربحان. شنو حشتك؟ ربحان معنا جائزه فوريه كاش من اربح مع اماني ومن تلفزيون القناه الثالثه، قناه الشباب والرياضه. يلا جايز. من بطل دوري ابطال اوروبا لموسم 2014؟ قوه. شانت زين. اخبارك؟ زين تمام. ولدك؟ ايه ما شاء الله عليك عنونه، كم عمرك؟ 30. عمر كله مبينه وايد اصغر، نفسي احنا مبين سنافر. كم عمرك؟ 7. وشنو اسمك؟ علي. تحب السبورت؟ تحب كرة القدم؟ إيه. أي فريق تحب؟ برشلونة. للأسف يعني ولدك يعني لازم تسوي له إعادة جدولة. من بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2014؟ مدريد، برشلونة، باي ميونخ. مدريد. 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 ودي أبكي وهي قاعدة تقول لي مدريد، ودي أبكي صح. ألف مبروك عليكم، ربحانين كاش مع أماني. مو بغيت تصور؟ يلا أمشي خلصور. وبشذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من الجيت مول مع من أربح مع أماني. ما يخالف بدريات، بس ضجة وناسة والكل ربحان إن شاء الله. و see you tomorrow بحلقة جديدة. Woohoo!